ورد حياكم بالفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلوبنا يا شبكه ومنتديات التمريض للجميع ان تقدم حياكم بالفل والنسرين. وقلوبنا معكم تحيي الوفا وتزين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بل لبدء سعيد أن أنا أكون معكم ليلة في منتداكم، وأشكر الأخ عبد العزيز مدير تمريض معايا في المستشفى اللي يعني أجرى لي هذا الحديث وساعدني على ألتقي بكم. أنا اسمي فؤاد محمد البقلي، أنا استشاري مسالك بولية يعني من مدة طويلة شوية. أنا في المملكة من حوالي 23 سنة في مستشفى رأس العين، وفي الرأس من يوم ما جيت المملكة في الآن الحمد لله. أعمل كاستشاري مسالك بولية ونقوم بكل تقريبا علاج وتشخيص وعمليات المسالك البولية، سواء منها اللي هي المنظرية أو الجراحية العلاجية، أو نقدر في القسم بنقوم بعمليات المسالك كاملة تقريبا الخاصة بالحصوات والأورام، والخاصة بالالتهابات المسالك البولية المتكررة. ولنا في المستشفى نشاط كويس مع تعاون مستشفى تخصص الرياض ومركز الأبحاث، بحيث يتم تبادل الزيارات بيننا وبينهم. بيجي إخواننا الشاريين من مستشفى مركز الأبحاث، هم عدة تقريبا كل حوالي شهرين أو ثلاثة عندنا في التخصصات اللي هي الفرعية داخل المسالك البولية، يعني مثلا في جراحة أطفال المسالك، جراحة أورام المسالك، جراحة مناظير المسالك، جراحة اللي هي أو علاج اللي هي الأعصاب المثانة البولية ومضاعفاتها. مع إخواننا لينا بيكون تقريبا معدل 3 شهور، وبنقدر نعمل يعني إنتاج مميز أو علاج مميز لمرضانا ومرضى المنطقة. سعيد أن ألتقي بكم، وعنوان اللي هو الملتقى بتاعنا أو اللي هو المحاضرة بتاعتنا عن حصوات المسالك البولية. مقدمة بسيطة عن ما هي الحصوات وكيف ممكن تكوينها وإيه الموضوع بالضبط. كإحصائيات إن مرضى المسالك البولية أو مرضى الحصوات بيكونوا تقريبا حوالي 10% من مرضى ككل في على مستوى العالم. يعني كل 100 مريض فيهم 10 بالغالب عندهم حصوات أو بدايات حصوات أو يعالجوا من حصوات. أكثر في الرجال عن النساء بنسبة 3 إلى 1، يعني 3 رجال قدامهم 1 من النساء نفس الإحصائية ونفس الأعراض. تكوينها منشأة هذه الحصوة دي إيه اللي بيكونها؟ هي عبارة عن أملاح تبدأ في تكون الجسم ببعض المسببات، منها حاجة وراثية في المريض نفسه، أو حاجة في اللي هو عملية الأيض أو عملية الميتابوليزم بتاعته، أو حاجات خارجية ممكن أكثرها أو أشهرها اللي هي حرارة الجو مع قلة الارتواء أو قلة شرب الماء. بالنسبة لحاجات اللي هي بتسبب كعملية أيض أو عملية ميتابوليزم، في الجسم بيكون بعض أملاح، منها أملاح الأوزالات، منها أملاح الفوسفات، منها أنواع تانية تساعد هذه الأملاح اسمها السكرات تقل في الجسم مقابل زيادة الأملاح الثانية. الأملاح هذه عبارة عن بداية تكوين اللي هي الحصوات.
لو ان تصورنا ان في كوب ماء وجبنا فيه اما ملح او سكر وحاولنا نذيبه فيه بيذاب لمستوى معين، ولو زاد عن هالمستوى ممكن بيترسب بعد كده في الكوب على هيئة بلورات. دي بالضبط فكرة تكوين الحشرات. البلورات هذه بتتكون على يمكن جزء عضوي أو شيء، ويبدأ تعمل عليها ترسيب، والترسيب هذا بمرور الزمن بيزيد بيزيد، وحتى ممكن نعرف عمر الحشوة أو عمر تاريخها دي اللي هي الترسيب اللي بيتكون وعدد مراته وزيادته. يعني ممكن في حشوات كبيرة لو كشفت أول مرة، لو عملنا لها نوع من القطع الطولي فيها بنلاقيها على هيئة عبارة عن لاميلي أو عبارة عن ترسبات زي دوائر حوالين نواة معينة، وكل سنة بتزيد فيها هذه الدوائر، حتى ممكن نحسب عمر الحشوة بعمر اللي هي الترسبات هذه. لو تكون الحشوة هذه بتكون في الجهاز البولي ككل، الجهاز البولي بيبدأ عندنا من الكلية مع حوض الكلية مع الحالب. عندنا حالبين، عندنا كليتين، الاثنين يفتحون في المسانة البولية ومنها لمجرى البول. يبدأ تكوين الحشوة هذه في الكلية ولها أعراض. أعراضها الحشوة نفسها بتسبب أهم حاجة المغص الكلوي، وده بيكون ألم شديد جدا، يعني ألم مبرح، ويجي فجأة ويروح فجأة. بيجي بسبب تحرك الحشوة هذه بعد تكوينها، وتحركها داخل الكلية أو نزولها للحوض الكلية منها للحالب منها للمثانة. في بعض أماكن موجودة في الجهاز الدولي فيها ضيق طبيعي أو ضيق فيستولوجي موجود عند مناطق محددة، في مثلا بداية حوض الكلية مع الحالب مع دخول الحالب للمثانة، دي أماكن ضيق طبيعي وجود الحصوة فيها بيصير كنوع من الانقباض على الحصوة، يقوم بسبب ألم مبرح بتاع المغص هذا. الألم بيبدأ في الغالب بيكون من يبدأ من أحد الكليتين على الجنب من الخلف تحت القفص الصدري مباشرة، في الجزء اللي هو فارغ تحت اللي هي القفص الصدري، وقبل ما نوصل للحرقف أو اللي هو الإيه عظام الحوض. الألم ده في الغالب يكون يبدأ من الخلف ويبدأ يمتد أماما داخل على اللي هي المنطقة الأمامية تحت برضو الضلوع، ويبدأ ينزل وينتشر إلى أن يصل ممكن للخصية في الرجال أو في فتحة البول عند النساء، وأحيانا كمان ينتشر حسب توزيع الأعصاب إلى الجزء الداخلي من الرجل من أعلى. ده المغص، والمغص ده بيكون شديد جدا جدا جدا، وعلى هيئة يجي فجأة ويروح فجأة بسبب حركة الحصوة دي. ده بنقدر نفرقه عن مغص تاني، عن المرارة مثلا بيجي لها برضه مغص شديد برضه، لكن تختلف طبيعة الألم عن طبيعة ألم الكلية. يعني لو شفنا المريض اللي بيجي لنا مثلا في الإسعاف على هيئة مغص مراري تختلف، تلاقي الصورة مختلفة، بنلاقي الألم بيكون عند منطقة المعدة أو تحت الضلوع مباشرة، وبعدين الألم ده بيمتد للكتف اللي هو الأيمن، والألم في الغالب بيكون مصحوب ببعض أكلات تكون فيها نوع من الدسم تثير المرارة تعمل المغص اللي فيها، وتعمل برضه بيكون سبب حصوات مراريه برضه. فده تفريق المغص الكلوي عن المغص المراري. الأعراض اللي بيجينا بها المريض اللي هو عنده حصوة المغص الكلوي رقم واحد. رقم اثنين في الغالب بيكون عنده حرارة مع التبول. لو قلنا فحصنا البول عنده هنحصل فيه بعض كرات الدم الحمراء، ممكن تكون موجودة في التحليل بس، وممكن جدا تكون موجودة بالنظر بالعين المجردة ونحصل البول في دم. ده برضو عبارة عن التبول الدموي ده أو الهيماتوريا، دي بسبب حركة الحصوات داخل الجهاز البولي مع تجريح اللي هي الطبقة الداخلية المبطنة للحالب والمبطنة لحوض الكلية والمبطنة للمثانة، دي بسبب بعض الدم اللي ممكن يخرج مع البول.
يبقى المغص ووجود بعض الدم في البول وحرارة مع التبول. العينة ممكن يجيبنا برضه بصيغة قيء أو صيغة نزيع مش واصلة لدرجة القيء، والمريض لو لاحظناه وهو داخل إسعاف أو هو نايم على السرير غير ثابت من شدة الألم، تلاقيه بيقول رولينج أو ذا بيشنت. رولينج يعني غير مستقيم، عمال يلف يمين وشمال من شدة الألم اللي هو فيه. يختلف عن المرضى التانيين اللي هم يكون عندهم برضه مثلا ألم أو التهاب حاد بالزاوية الجدودية. المريض بيخاف يتحرك عشان ما يعملش بروتين ايرتيشن، ما يعملش التهاب أو تحريك للغشاء البروتوني، فمستقيم. عكس مريض بتاع الحصوات بتلاقيه بيتحرك واسمه رولينج اراوند بيد، عمال يلف في المكان اللي هو فيه سواء في اسعاف او في الغرفه اللي هو ايه بيكشف عليه فيها. ديت اللي هي الاعراض اللي بيجي بيها المريض. طيب جالنا مريض بنحاول نكشف عليه الاول، بنلاقي في الغالب الم في الكليه او في الالياك فوسا، ايهما حسب المغص اللي جاي عند المريض يمين او يسار. الخصية رغم ان في الم بتكون طبيعيه الا اللي بيسمع الالم فيها او برضه في الداخل اللي هو الاعلى الرجل الصايد. المريض لو شخصنا انه عنده الم حصوي او الم حاد بالمسائل بسبب مغص كلوي، المفروض بنديله حاجه مسكنه الاول عشان نبدا نعمل له بعض الفحوصات. في الغالب بنبدأ بحاجات بسيطة الأول، نبدأ بالبوسكوبان مثلا. في الغالب بيستجيب نسبة بسيطة من المرضى، ما استجابش بنبدأ نروح على اللي هو الروفيناك أو البولترين، بنديله 75 ملي جرام أمبول عضلي بعد اختبار الأول عشان نتأكد إنه مش حساسية منه، وبشرط المرضى ما يكونش عنده أمراض ربوية أو ورم صدرية، لأن الروفيناك أو البولترين بيثير مشكلة الصدر. لو كان عنده مشكله او ما استجابش برضه للفولترين بنبدا نديله البيتادين. البيتادين ده اقوى تقريبا مسكن، بنديله حسب وزنه يا اما 50 ملي جرام او 100 ملي جرام الى ان يستقر وضعه ويبدا الالم يروح منه. في مرضى نحب نقومهم في المستشفى قبل ما نعمل فحوصاتهم، او في مرضى بنعالجهم نديهم مسكن وبعدين نمشيه على انه يجي كمواد لعادة خارجية نعمل له الفحوصات المطلوبة. اللي بندخله المستشفى إما الألم شديد جدا جدا أو غير مستجيب لمسكنات الألم، أو إنه راح وجه أكثر من مرة للإسعاف بحيث يعني طول اليوم رايح جاي، يعني يجب إن إحنا نقوم عشان نحاول نعمل له فحوصاته. أو المرضى اللي هم شاكين عندهم نوع من الانسداد أو الاوبستراكشن في الجهاز البولي بحيث يحصلوا قفلة وعامله نوع من الارتفاع لوظائف الكليه سواء البولينه سواء الكرياتينين، اللي كانت ممكن توصل لغايه ان تكون فشل كلوي حاد لو ان الحصوه قافله الحالب بطريقه كامله والبول ما يقدرش ينزل على اتجاهه الطبيعي ويرتد للكليه يسبب لنا فشل كلوي حاد. هذا الموضوع اهميته، يعني الموضوع ممكن يصل لفشل كلوي حاد إذا الموضوع ذا أهمية. المريض اللي بنحاول نشخصه بنعمل له أول حاجة اللي هو تحليل البول ونشوف البول بتاعه. في الغالب اللي هم عندهم حصوات بيكون عندهم قلنا كرات دم حمراء موجودة في البول، لو كان في التهاب بنلاقي فيها برضه كرات دم بيضاء، حتى لون البول بنشوفه بعينينا بنلاقيه اللي هو ما هو صافي، بيكون تردد، بيكون في نوع من عدم الصفاء. و احيانا بيكون لو انه طول الموضوع بتلاقي البول نفسه عباره عن صديدي مع دم، ده معناه ان في التهاب حد موجود داخل المريض. وده برضه المرضى اللي هم لازم ينوموا عشان يعالج بالضد الحيوي المناسب حسب مزرعه الجسم. بعد ما حللنا البول بتشوف في علامات ديت، احيانا الحصوه فيها املاح نفسها سواء املاح الغزلات املاح يورات بالدم، حصه تحليل البول كامل اللي معانا. يبقى ده كفيزيكال وككيميكال انزيماتيكال للبول بنقدر نشوف الحاجات ديت. عملنا البول بنعمل مده فيلم عادي جدا لاشعه للمسالك البوليه بنسميها كي يو بي، كي اللي هي كدني،
يو اللي هو اليوتر، بي اللي هي الدبر، كيو بي بلين، بلين يعني وذاوت من غير صبغة. الساعة دي عم تركب ليها في الغالب حوالي 90% من الحصوات اللي بتكون تكوينها يسمح انها تبان في الاشعه العاديه. بنلاقي الحصوات دي على هيئه اوباستيفيكيشن او بيسموها عن ظلال لها بالدان، سواء حسب مكانها سكليا في حاله المكان او الدان. والحصوات اللي هي ما تبانش بالاشعه ديت ممكن بنعمل لها اشعه مقطعيه بنسميها برضه سي تي كيو بي، دي من غير برضه صبغه ولا حاجه، بنتاكد ان في حصوه موجوده على مجرى البول. يبقى دي الاول التحليل. تاني حاجه الاشعه، المفروض بنعمل كمان تحليل الدم بنشوف فيه اذا كان فيه التهاب ولا لا عن طريق هيئه اللي هو السي بي سي. في الغالب بنلاقي هو كرات الدم البيضاء تي ال سي، لو كان فيه التهابات بتكون متسعه. وبنعمل كمان وظائف الكليه اللي هي قلنا الاولينا والكرياتينين، واللي هي املاح الدم الخاصه بالصوديوم والبوتاسيوم، لان برضه البوتاسيوم مهمه جدا. وارتفاعه مع وجود تقصير في الوظائف الكليه بيكون في خطوره على المريض وعلى القلب المريض، سواء بالارتفاع او بالانخفاض، وفي الغالب بيكون ارتفاع اللي هو البوتاسيوم في الدم. دلوقتي شفنا المريض وكشفنا عليه وعملنا له الفحوصات المبدئيه، حصلنا عنده حصوه في الغالب موجوده في الجهاز البولي. طيب علاج المرض هيكون ازاي؟ لو حسب مكان الحصوه وحسب حجم الحصوه. في الغالب الحصوه اللي هيكون اقل من 6 مللي، يعني 5 مللي فاقل، ديت بيسموها بصبل ستون، يعني حصوات ممكن نخرجها عن طريق الطبيعي للمسالك بزياده كميه الماء اللي شربها المريض، طبعا بعد مسكات بسيطه. ودي نسبه كبيره جدا جدا من المرضى الحمد لله، هي النسبه الاعظم للمرضى بهالموضوع، بحيث ممكن ان شاء الله تخرج بدون اي مشاكل على الطريق الطبيعي. طيب لو حصوه اكبر من كده او حصوه فيها مشاكل في تحتها انسداد او تضخم في الحالب او تضخم في الكليه، في بقى بدائل اخرى للعلاج اللي هو التحفظي. في علاجات تانية عن طريق حسب برضه قلنا مكان الحصوه وحسب حجمها. نفترض حصوه في الكليه وحجمها مثلا سنتي او اكثر وموجوده في حوض الكليه، في لها اكثر من بديل. البديل الثاني بعد اللي هو العلاج التحفظي قلنا مش هيسع في حصوه الكبريات، بنستعمل اللي هي التفتيت عن طريق الجهاز اسمها الموجات التصادميه. ودي عباره عن اجيال جديده من اللي هي العلاج عن طريق تفتيت الحصوات ديت، بطريق ان احنا بنعمل موجات اما بالصوتيه او التصادميه، بفكره ان الجسم كله معظمه ميه، ودي عباره عن اجزاء من غير مليئه بميه جافه يعني. الموجات هذه بتركز عليها عن طريق توجيه اشعه صوتيه، ونقدر تتفتت وتقدر تبقى قطعه صغيره جدا جدا او بودره. بعدها المريض ممكن يشرب كميه سوائل كتيره تخرج عن طريق برد البول. يبقى دي الموجات اللي هي التصادميه او العلاج عن طريق التفتيت. في لو ما كانش عن طريق التفتيت متوفر الجهاز، في اماكن اخرى حسب برضه وجود الحصوه وكان فيها نوع من الانسداد او لا، يعني معظم حصوات الكليه اللي فيها انسداد في حوض الكليه نفسه او في اللي هي عنق الكؤوس بتاع الكليه، بنستعمل حاجه اسمها بي ان سي ال ال، يعني غير كوتينيوس تيترو ولا تيترو، يعني عباره عن مناظير للكلى يدخل فيها عن فتحه صغيره والمريض على جنبه على وضع الكلى، وبنعمل بمساعده اللي هي الاشعه الصوتيه او الاشعه المقطعيه نحدد وضع الكلية ونحط حوض الكلية وندخل بالمنظار ونعمل حاجه اسمها اكسس لدخل عليها المنظار. بالمنظار بعيننا بنشوف، يا اما بنسحب الحصوه او نفتتها او نعمل الاثنين، يوم نفتت فيها لو كانت حجمها كبير ويوم الثاني نعمل لها غسيل او نسحبها لغايه ما نعمل كليرنس كامل او ازاله كامله لحصوات الكليه دي. دي بالنسبه للكليه. طيب الحصوه في الحالب، مثلا الحصوه واقفه في اخر الحالب تحت عند اللي هي مثلا قبل دخولها المثانه، قلنا لو كان اقل من 5 سم بيديها فرصه. طب اكبر وتحتها ضيق وعامله تضخم وعامله انسداد في المريض وعامله اعراض
انسداد، منها التسمم، منها الألم المستمر، منها ارتفاع البولين أو الكرياتين. لا، بندخل طريقة أخرى، في عن طريق المنظار، في منظار اسمه URS أو منظار للحالب، عن طريقه بناخد داخل الحالب وبنشوف الحصوة بعينينا وبنسحبها بساحب أو جاذب للحصوة، أو عن طريق سلة اسمها سلة دورميا ونسحب الحصوة للخارج، أو عن طريق المنظار نفسه بندخل بجهاز مفتت برضه، اما مفتت اكتر من نوع، في برضه في الالترا ساوند، في عن طريق الهيدروليك بريشر او طريق الهيدروليكيه، او عن طريق الليزر. ده كله بنوجه موجات للحصوه واحنا عينينا شايفينها ولامسينها باللي هو الفايبر بتاع اللي هو التفتيت، ونفتتها برضه ونخرج وتنتهي بالطريق الطبيعي. وفي الغالب دول بيحتاجوا يحط لهم دعامه للحالب عشان نحتاج اسداد، لان في الغالب الحصوات دي بتكون عم تتكسر حتى تكون اجزائها يعني قابله للنزول، الا ان في وجود التهابات، وجود تورم في اللي هي الحالب او فتحه الحالب داخل المثانه، ممكن يعيق خروج الحصوات وممكن يؤدي الى مضاعفات للكليه اكثر من ان احنا سيبناها من غير ممدد. فالممدد ده بنامن طريق خروج البول من الكليه للمثانه بحيث ينزل البول بسلاسه، وبنسيبها في الغالب من حوالي 6 أسابيع لثمان أسابيع، نشيل بعدها المواد ده وينزل بقية الحصوات أو البودرة اللي هي تكونت بعد التفتيت. برضه حصوات الحالب لو كانت غير المنظار، عن طريق برضه اللي هو اسمه EWL أو تفتيت الموجات السبعمية، برضه المريض برضه بينام على جنبه ويوجه اللي هو الموجات على الحصوة، وبعدين برضه بتتفتت وتنزل عن طريق البول. طيب ده التفتيت. نفترض ان في ديب تحت الحالب ومش عارفين او لا نامن ان وجود الحصوه بعد فتت انها تخرج بسبب الديب ده، والمريض في حاله تسمم مثلا او حاله ارتفاع حاد في الكليه او كرياتيني او فشل كلوي حاد بدا يبدا بعد ما ان الحصوه تكونت ومليت، ده بنضطر نلجا له التدخل الجراحي مباشره. نقدر نشيل الحصوه ونوسع الضيق اللي موجود، وبرضه نخلي مودة الحالب بحيث انه يأمن طريق البول من الكليه لغايه المثانه. ده بالنسبه لحصوات الحالب. طيب الحصوه موجوده في المثانه، خرجت من مجرى البول او من الحالب وفضلت المثانه فضلت فتره طويله بحيث ان في مشكله نخرجها، سواء ضيق في مجرى البول نفسه او مثلا ناس كبار سن عندهم البروستات بتكون قافله طريق البول برضه، وبيحصل نوع من الاستيزيس للبول. استيزيس يعني البول لا يمشي على طريقته المعتاده، بيحصل فيه تاخير فبيتجمع، المرض يبول جزء ويتبقى جزء، يكون وسط جيد لتقويم الالتهابات، وبالتالي الحصوه بتتكون طبقات عليها زياده وتبدا اللي هي البيسا سيركل او الحلقه المفرغه، التهابات مع الم مع حصوه تبدا تتكون الحصوه وتزيد حجمها. في غالب الحصوه ديت لو انها حجمها زاد عن مثلا سنتي او 2 سنتي، ممكن الاول بتحاول معاها بالمنظار عن طريق برضه الليزر او هيدروليك، ولو كانت اكبر من كده بنعمل لها تدخل جراحي عشان الحجم كبير على نقدر نفتته، بيكون عمل اصابات للاماكن اللي حواليه. فالافضل انها تتعامل عن طريق التدخل الجراحي، يعني جرح بسيط فوق القلعانه وبنفتح مباشره المثانه ونشيلها على طول. وفي غالب الحاجات دي بنعملها برضه مع اللي هم كبار السن اللي يكون عندهم وجود البروستات مع حصوات، بنعمل عن طريق المنظار نشيل منه اللي هو البروستات عن طريق اسمها كيو ار بي او استئصال البروستات بالتجريف، نجرف البروستات عن طريق المنظار اللي هو الجراحي، وعن طريق اكثر من طريقه لها برضه، يعني في بالتبريد وفي بالحراره وفي بالكي، في اكثر من طريقه لاستئصال البروستات. وبعدها مباشره اثناء العمليه بنفتح فتح بسيط للمثانه ونقدر نستأصل او نستخدم الحصوات في وقتها على طول، ودي بتكون طريقه افضل لعلاج حصوات المثانة. تقريبا كده غطينا حصوات الكلية وحصوات الحالب وحصوات المثانة وطريقة علاجها. طب الوقاية، لأنها خيرا من علاج،
نقيم الحاجات دي ازاي؟ ان احنا يكون اهم وصية للمريض او غير المريض قبل خروجه من المستشفى يقول له اهم حاجة اشرب كمية سوائل كتير، واهمها المية. الارتواء هو اساس تزويد هذه الحصوات او هذه الاملاح بحيث ما تكونش مرة ثانية. في بعض مرضى نصب لهم بعض علاجات وقائية بالأعشاب الطبيعية، دي في الغالب بتكون يعني تذيب الأملاح اللي بتتكون أو تفتح حصوات اللي بتكون فعلا. في بعض الحالات اسمها زي الأعشاب اللي منها بنسميه حلفة بر، دي من الأعشاب الطيبة للموضوع ده، بتفتت وتوسع الحالب وتدر البول زيادة بحيث تخرج الحصوات ديت. في حاجة اسمها الدمسيسة، دي برضه أحد الأعشاب. في على هيئة دواء اسمه روتينكس، برضه ده أعشاب برضه ألمانية على هيئة حبيبة صغيرة، ديلي صغير، برضه بيقوم بنفس المقام اللي هو إذابة الحصوات أو إذابة الأملاح مع توسيع الحالب مع إضرار للبول بحيث يخرج الحصوات دي. فالنصيحة اللي هي الذهبية اللي يقولها للمريض اللي هو شرب ماء زيادة. طب شرب مياه قد ايه؟ كميتها قد ايه مثلا اشربها عشان امتنع او ما يجيليش موضوع الحصو ده في المناطق الحارة بالذات؟ اقل كمية ممكن يشربها الانسان من 3 ل 5 لتر، يعني عشان اقول له يشرب كمية كويسة المفروض اقل حاجة 3 لتر، ممكن تصل ل 5 لتر حسب الحالة وحسب سن المريض وحسب المضاعفات اللي عنده. فهو يعني جعل الله من الماء كل شيء حي. طيب الماء فعلا هو مفتاح العلاج في علاج حصوات المثانة أو تكوينها. وبالمية الحمد لله الإضرار بيحصل ويدفع الحصوة للخارج ويعمل تنظيف للتهابات كلها الموجودة، بس بكون ضامنين إن طريق مجرى بول طبيعي وآمن إنه يخرج أي حصوات ما يكونش في أي نوع من الانسداد. يبقى أول حاجة قلنا يشرب كمية سوائل كتيرة وأولها المية. بعض الأعشاب اللي هي ممكن تكون وقائية، في بعض حاجات بتساعد برضو يعني خبرة شخصية أو خدناها مع المرضى بتاعتنا، اللي هو شرب البيرة أو يغلي الشعير ويشربه، والبقدونس الأخضر ده لو اتغلى وزي النعناع بالضبط ويشرب كميات كبيرة سواء قبل الفطار أو أثناء اليوم كله، ده برضه يقوم مقام قوي جدا في تفتيت الحصوات دي وإخراجها خارج الجسم. يبقى دي اللي هي الإيه اللي قلناه دلوقتي، اللي هو إزاي نقي نفسنا من وجود الحصوات دي. والعلاج قلناه، ما بقي إلا أن تشاركوني وأستمع لرأيكم، ولو في أي أسئلة أنا يعني أكون سعيد إن أنا أشارك في رد عليها. أحد الأخوة بيسأل سؤال بيقول إن قريبه ولا صغير عنده هشاشة بالعظام، وكان في نقص في الكالسيوم عنده سلوك الهشاشة ديت، ووصفوا له الكالسيوم. الكالسيوم كأملاح عامل كنوع من مشاكل الكلية، كونت حصوات بالكلية أو أملاح زادت بحيث أثر على الكلية وضعها. رد عليه حسب وضع المريض نفسه، يعني هو اللي كان هشاشة فعلا محتاجة الكالسيوم مفيش مانع. في حاجات تعادل الكالسيوم بتأخذ، وأهمها برضو شرب الماء كتير وتعالج الحالة زي الخطوات اللي قلناها كده. نشخص الأول هل في فعلا في حصوات بدأت ولا لأ، حسب مكانها وحسب وضعها بنعالجها كأساس. لكن هو الكالسيوم اللي كان أساسي في الهشاشة لازم يستمر عليه، لأن المضاعفات اللي بتحصل له من الهشاشة أكثر من اللي بتحصل له من العلاج الكلية، وعلاج الكلية أهمها شرب الماء زيادة. اتفضل ايه تاني؟
في سؤال من أحد الأخوة بيسأل على بعض الأدوية، ممكن قصده على مضادات البول أو على إنه اللي هي الوقائية، اللي هو قلنا الأعشاب يا إما بنجيبها من عند العطار، وفي منها معمولة على هيئة حبيبات أو هيئة حبوب، في أهمها الحلفظر مكتوب موجود في السوق باسم بروكسيمول، بروكسيمول أقراص، وفي هنا بروكسيمول طوار حبيبات، ده حلفظر. وده زي ما قلنا وقائي وعلاجي في وجود الحصوة، بيفكتها ويوسع الحالب ويضر البول هتطلع إن شاء الله. وقائية تم تكوين أملاح جديدة، ديت أحد الحالات اللي حصل بره. في بعض الفورات موجودة في السوق برضه فيها سترات المغنيسيوم، دي بتعمل تعادل بقى للكالسيوم اللي قلنا عليه، وتعمل تعادل لبعض أملاح الأكزالات، ديت أحد دي موجودة في السوق على هيئة أكياس برضه فورات. في حاجة اسمها الكولي يورينال برضه يعالج أملاح أو ذوب أملاح الغزالات، دي كلها حاجات علاجية ووقائية في نفس الوقت. ده إذا ما أعرفش هو قصده على كده ولا في أدوية خاصة بإيه؟ لا بالنسبة لل لأنه هو الهشاشة عبارة عن نقص الكالسيوم نفسه، ملوش بديل. حصوات حلب قلنا عليها قسمناها حصوات اللي هي اسفل الحالب وفي اعلى الحالب او وسطه. قلنا اسفل الحالب حسب حجمها برضه، لو كانت صغيره اقل من نص ملي او 6 من 10 ملي، دي فرصه تنزل لوحدها بدون اي تدخل خالص. لو في اكبر من حجمها من 6 ملي، يعني مثلا نقول 1 سنتي، وفي ضيق اسفل الحالب، فاحنا عندنا البدائل بتاعتها، يا اما بنعمل منظار للحالب نفسه ونسحب الحالب، نسحب الحصوة من داخل الحالب عن طريق اللي هو قلنا أحد العوامل اللي موجودة داخل المنظار اسمها الدور ميا باسكت، بتعمل نصطاد الحصوة هذه ونخرجها بره، أو ملقط نسحب الحصوة بنفسها، وبعدها بنحط في الغالب دعامة داخل الحالب عشان تأمن وصول البول من الكلية للمثانة، علشان في الغالب بيكون في نوع من التورم داخل الحالب أو آخر الحالب بسبب التهابات يوم يمنع نزول القطع المتفتتة دي، فبنسيب المبدل ده لمدة حوالي 6 أسابيع نشيله بعدها إن شاء الله. ده بالنسبة لآخر الحالب أو الثلث الأخير من الحالب. أعلى الحالب ووسط الحالب بنحاول مع الأول اللي هو التفتيت عن طريق اللي هو خارج الجسم اللي اسمه ESWL، وبرضه قلنا حسب حجم الحصوة صلح معاه بيكون كويس. ما كانش برضه المواد نفسه من منظار الحال اللي ممكن نجيب الحصوة لغاية حوض الكلية من فوق. اتفضل. اللي هو الطفل الصغير اللي عنده شاشة. لا، حيوية وردية الطفل ما فيش حيوية وردية الا اذا كان عنده نوع من عدم يعني عدم شرب، او عنده نوع من التقيء المستمر، او عنده جفاف مثلا، او حليب ورديه. لكن الطفل الطبيعي عن طريق الفم يشجع يشرب ميه، ممكن يعني يشجع شرب السوائل بالذات الميه، وممكن بعض الفورات حضرتك اللي قلنا عليها ديت تساعد انها تجيب الكالسيوم. لكن احنا بين حاجتين، احنا محتاجين الكالسيوم عشان يعالج الهشاشة، وبين احنا عايزين نزيد الكالسيوم عشان نخاف على الكلية، فلازم يكون تزيد وتقارب بين الاثنين. سؤال مهم فعلا، اللي هم موضوع اللي هو السمنه المفرطه او المورجد اوبيستي، الناس اللي هم بيحاولوا يعملوا نوع من الرجيم القاسي عشان انقاص الوزن بدل من اجراء عمليات مثلا. وفعلا اجراء الرجيم بصوره قاسيه بيأثر تأثير مباشر على الكليه. ازاي؟ بيحصل نوع من البريك داون، او البروتين بقله الاكل، الجسم بيعتمد على التكوين الداخلي بحيث بيطلع اللي هي الطاقة من عن طريق الدهون، عن طريق البروتينات اللي موجودة في الجسم نفسه، وبعدها بعد إحراقها الجسم يقل وزنه.
وقود اللي هي البيوت ناتج اللي بتتحرق او الدهون بتتحرق ديت بيسحبها تكوين املاح كتيره جدا جدا جدا. المريض نفسه بيقل شربه برضه بالميه كنوع من الصيام، وديت بتبقى احد العوامل فعلا الفتره ديت. المريض فجاه بدا يكوح اصوات، وفجاه بدا التهاب الدم عنده تختلف، الصوديوم بدا يتغير، الكاس بدا يتغير. فننصح في الحالات ديت ان ما لا يجب انقاص الوزن بسرعه حاده، التدريج مهم جدا في انقاص الوزن حتى لا يتاثر الجسم بمضاعفات انقاص الوزن ديت. وبرضه شرب ميه مهم جدا 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 لحاجتين، لانقاص الوزن فعلا والوقايه من اللي هو تكوين حصوات. في ناس تقول لا ده بيشرب ميه كتير هيعمل لنا نوع من الكرش او نوع من كبر حجم المعده، ده معتقد خاطئ على فكره، لان الميه مجرد ما تشرب وكده كبيره بيتم امتصاصها على طول، بل بالعكس بتعمل نوع من الحرق للدهون السريع بحيث تم انقاص الوزن وبدون ان تعمل اي كبر حجم المعده اللي يسموه الكرش او اي مضاعفات اخرى. فالماء يعتبر من اهم انواع عمل الرجيم، او هو عامل وقائي اثناء عمل الرجيم عشان نحافظ على الكليه مرتويه لا يكون فيها تركيز بول عالي بحيث يكون تفصيل الاملاح تاني حصيات. فوجود الماء مهم جدا 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 بالذات اخواننا اخواتنا اللي هم بيعملوا رجيم. باليوم احنا قلنا وقائيا من 3 ل 5 لتر ماء، واي ميه يعني مش شرط ماء صحه، الماء العادي ده يعتبر يمكن استعماله من 3 لتر ل 5 لتر، بالذات في الصيف بتزيد في الشتاء بتقل، وحسب عمره وحسب وزن المريض اللي هو بيتعالج او الشخص اللي بيحاول يعمل نوع من الرجيم. بعد احنا في المقدمه قلنا ان في بعض حاجات تكون موجوده في الجسم اللي هو وراثيا موجوده، ان الجسم نفسه بيكون املاح، بيكون في مشكله في بعض الغدد منها بالذات الغده الجار الدرقيه، عدم انتظام هرموناتها بيعمل نوع خلل في اللي هي ليكوتات الدم بحيث بتعلي فعلا كميه الكالسيوم وانواعها بقى الفوسفيت والاوكسيدات، وبتكون مرضولات في الغالب بيكون حصوات صغيره جدا 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 في كلتين الاثنين وفي وقت واحد، وفي الغالب بتكون لا هي سلسه بحيث تخرج مع مجرى البول عادي، وبيكون في الغالب يعني داخل اللحم في نفسه بنسمى نفرو كالسينوزيس او تكلس الكليه في حالات وراثيه موجوده بالطريقه دي. وقلنا ان النفس الميتابوليزم في الغالب بيكون برضه نتيجه اشياء وراثيه، بتكون الاملاح بزياده وبتكون ترطيب الاملاح دي على هيئه الحصوات في المثال. فاذا في فعلا في نوع جزء وراثي موجود. تفضل. في سؤال تاني عن اللي هي المياه الغازية، وهل هي مفيدة في الحصاد أو لا؟ المياه الغازية أحد الأسباب الرئيسية لتكوين الحصاد مش لعلاج الحصاد، هذه ضارة 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 يجب تجنبها بكل أشكال وأنواعها. كلمني دي خلاص قلتها دي خلاص هي نعم بيقول انها بتفتح ايوه اظن انها يعني ضاره ضاره ضاره
ايوه important. الصوت واضح دلوقتي؟ طيب الحمد لله. نعم اي انا ذكرت في المسكنات، قلنا نبدا بالبساط الاول عن الاسكوبان والاستجاب، خلاص ما استجابش بنلجا لل ثم للروفينات او اللي هو الكولترين برضه من العضل، قلنا 75 مللي 75 مللي جرام عضل بعد الاختبار. لو ان مريض يجب ما ياخدش الفولترين بنبدا نديله البيتيدين، لان المرض كتير جدا جدا والبيتيدين في الغالب بيجيب نتيجه كويسه. ولو انه برضه حتى بعد البيتيدين ما زال لسه في الم بيجاوب عليه اللي هو الادول او الدكسلجان 1 جرام فايل بيتاخد مع البيتيدين، وفي الغالب المريض بينام وبتهدأ اموره بعد كده. وعلى فكره البيتيدين ممكن يعني إعادة إعطاؤه مرة ثانية ولا حتى بعد 20 دقيقة من إعطاء الحقنة الأولانية، لكن في الغالب الوريد مسترسي إن شاء الله. في الغالب يعني الاثنين بيجيب نتيجة. لو ما جابش نتيجة بعد مثلا ربع ساعة ولا تلت ساعة بنضيف عليها واحدة 1 جرام برتلجان أو أدول فايل عن طريق الوريد برضه. في الغالب بيشتكي المريض والألم بيخف. ما كانش ممكن نكرر مرة ثانية البيتيدين. تفضل. في سؤال طيب برضه عن نفس الأعشاب، بيعطونا أخ سلطان بيقول إن فيه مؤخرا عن البرتقالي وعن النعناع وعن الشمر، ويقولوا إنها مفيدة للجهاز الهضمي والكلوي. معلوماتي برضه إن الحمد لله برضه البرتقالي بيصلح فعلا في موضوع الكلية، ومعظم ديت نفس الوظيفة بتاعتها هي زي البقدونس وزي الحلفبر وزي الدمسيسه، بتعمل نوع من الادرار للفول وتوسع للحالب بحيث تسمح للحصوات تخرج ان شاء الله، او الاملاح انها تمنع تكون عمره ثانيه. والله انا بالنسبه في سؤال من طيف على موضوع الحصى حجر المرجان. انا اعرف عن اللي هو حصى تاني اسمه الزيتونه اللي هي فيها بركه، ساعات تسمى زيتونه بني اسرائيل. ديت عباره عن احد الاحجار وتصحن ويضاف عليها الليمون، ومجرد ما يصب عليها الليمون تفوح يشربها مريض. في الغالب بتعمل نوع من التفتيت لحد الحصوة ديت، وبظرف يوم او يومين تلاقي الحصوة خرجت. اما عن موضوع المرجان ما عندي خلفية عنه والله. نعم ايوه حصاد عند العطار بيسموها للاسف اسم واحد، بيسموها حجر جهنم. الحصوة بيسموها حجر جهنم ويسموها حصاد بني اسرائيل. الاثنين اسمهم مش يعني مش لك ان هي دي فعلا ومجربه وقويه فعلا في المفعول بتاعها، بحيث تصحن ويضاف عليها الليمون، ومجرد ما تضاف ليمون تفوح في الحال تشرب وبيجيب تاثير فعلا قوي. ساعات كمان العلك او اللبان اللي هو بيسموه لبان الذكر او العلك اللي هو الذكر، ايوه علك اللبان ده، ده برضو يعني يبل في الليل ويشرب في الصباح اللي هو المبلول بتاعه، وبرضو ليه نتائج كويسه جدا ده برضو اللي هو العلك. دي احد برضو الحالات الطبيعيه اللي بتجيب نتيجه ومناسبه ضعفات الحمد لله.
علكة، احنا بنسميها العلكة، الذكر، لبان ذكر موجود عند العطار، اللبان اللي هو اللي لونه أصفر كريستالي كده، مش هيك اليوم ضغ، لا التاني اللي هو عبارة عن زي حصوات صغيرة كده، اسمه العلك المر، العلك المر ده موجود عند العطار، ومثلا بمقدار ملعقة كبيرة تبل فيها مثلا حوالي نص لتر ماء، تترك في الليل للنهار، الصباح تحصلها لونها أصبح أبيض زي الحليب، تشرب على كاس مثلا 3 مرات في اليوم، دي نتيجتها كانت طيبة برضه، بتفتت الحصوات بالذات النوع اللي هو الفش، تجيبها وتطلعها بره البيت. جزاكم الله خير على التعليقات الطيبة، وأشكركم، وبرضو أرجو أخذكم مرة ثانية إن شاء الله في ملتقى سمعي ثاني برضو مع أخونا عبد العزيز، نتحدث في موضوع أنت تفطروه في أي حاجة في المسالك البولية، عن الحصوات خلاص، ممكن أورام المسالك، ممكن إصابات المسالك، ممكن عن اللي هي القسطرة البولية. مهمة جدا دي، تكون بتقابلنا تقريبا يوميا، ممكن عن طريق برضه موضوع النزيف الدولي ده، موضوع بيقابلنا يوميا برضه، وبنتعامل بيه جميعا في الإسعاف في الأقسام وفي الشارع حتى، المفروض بناخد بالنا لأن في مرضى كتير جدا جدا على مدار الأسرة الدولية، وسواء إصابات في المسالك الدولية أو إصابات في العمود الفقري، ويكون على أسرة مستمرة، وإزاي نعمل لها نوع من العناية أو الرعاية، وإزاي إن إحنا نخلي المريض عايش معها، فاختاروا أي موضوع وأنا تحت الأمر والخدمة إن شاء الله. انا عندي اكتر من عملية وكتيرة والله، انواع العمليات اللي عملناها والحمد لله كلها ناجحة، وعندي برضو نوع من التوثيق لها سواء بالصور او بالفيديو، اوعدكم برضو ان شاء الله عن طريق اخونا عبد العزيز يجيبها لكم ويعرضها ان شاء الله. يعني الحين في تحليل الموضوع ولا لسه؟ خلاص تسألهم إن شاء الله وتشوف الموضوع المطلوب، وحدد برضه الموعد، ما عنديش مشكلة إن شاء الله بإذن الله. خلاص أخيرا أشكركم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.